رأيت اليوم في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه رسالة لنا. أما بعد أحبتي في الله، فكان من المقرر اليوم أن أتحدث عن موضوع غير الذي سأتحدث عنه الآن. فبعد أن جهزت خطبتي جاءتني رسالة من صديق عزيز يقول فيها: يا أبا عبد الرحمن، رأيت اليوم في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت اليوم في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه رسالة لنا. فداك أرواحنا يا رسول الله، فداك أرواحنا ودماؤنا وأبناؤنا وآباؤنا وأمهاتنا. قلت له: هات بسرعة، كيف رأيته وماذا قال؟ قال: رأيته قد لبس بدلة عسكرية وحوله النساء والأطفال والرجال، وأنا بينهم، والرجل موجود معنا الآن. يقول: وحوله النساء والرجال والأطفال، وأمامنا باب عظيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتح الباب ولا تفتح الطريق، لا تفتح الباب ولا تفتح الطريق. ثم قال: اتركوا النساء والأطفال هنا. وجمع الرجال وقال: تعالوا معي وأنا أولكم. ثم انطلق إلى خطوط الجبهات للقتال. سبحان الله، تأتي هذه الرؤيا وهذه البشرى في هذا الوقت بالتحديد، والكل يتحدث عن مصالحة النظام، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتحوا لهم الباب، لا تفتحوا لهم الباب، لا تفتحوا الباب والطريق لقتلة الأطفال والنساء. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمجاهدين في أرض الشام: أشدوا على أياديكم فأنتم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن الملائكة تحرسكم وأنكم في رضوان الله. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أثبتوا، أثبتوا، النصر قادم من عند الله تبارك وتعالى. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا تيأسوا، لا تقنطوا، جاهدوا في سبيل الله. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: بوركت سواعدكم أيها الأبطال،